خير يا ساندرا. انتم منوتي دبي. ايوه الفيلم رائع وبيتناول قصه جديده وانت مختاره كاست يعني جروب كبير جدا. وكنت عايزه اعرف اختيارك للمواضيع اللي يعني اللي انت متميزه فيها كافلام حركه وموضوع بالذات سينا والشرطه في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في مصر وبنمر بيها وفي شيء من النظرة شوية فيها قلق من ناحية الشرطة بعد المواقف اللي حصلت. ممكن تقوليلي الفيلم ده بيختم ازاي؟ ولا حاجة، احنا احداثنا دي عملناها قبل الاحداث دي كلها، كان في سيناريو مكتوب وكنا مصور قبل الاحداث. وقفنا شوية ورجعنا كملنا تصوير وزي ما كان قبل الاحداث هو نفسه. انا شايفة كمان استخدام لتكنولوجي عالي وفي حق في مساعدات جات لكم يعني من الداخلية بخصوص اكيد في دبابات حاجات امن مركزي طبعا بنطلب انه يجيبوا لنا ده زي اي فيلم على فكرة. طب يعني اي فيلم بيطلب امن مركزي ما يفتكروش انها حاجة خاصة، لازم بيساعدوهم يعني. طيب احمد عز طلع فيلن لاول مرة. الحمد لله يعني بحب التغيير دايما، واحمد عز عمل كده واحمد السقا عمل دور الناس فاكره انه ظابط بس كان هو من الصعب نعمل ظابط. أيوة. دور عادي بالمنظر ده. يلا الف مبروك وان شاء الله بالتوفيق. سلام يا باي.